مريقل وعملنا ماتش به وعملنا اون بون بريسيون ان شاء الله نكملوا هكا. سافا مازال نشد روحي امبو امبو افيك لي برشا ماتشات نرجع. فما حتى تغيير يعني كنا المباراة اللي فات يعني نقولوا احنا كان مردود ممتاز لكن ما جسمناش الفرص نتاعنا اليوم كنا اكثر واقعيه. مستوى المباريات ما كانش في مستوى كبير مستوى متوسط لكن نقولوا احنا الاهداف جات على نقولوا احنا خدمه في نتاع تمارين وكل شيء لكن في الاخر نقولوا احنا الفيكتوار هذه ميريتي لكن حبينا ما يكون معها المردود اكثر مقنع لكن كان في فترات ايجي ممتاز وكان في فترات يعني متوسط. سير شوف احنا كل مباراه نلعبوا على انتصار المباريات اللي فاتوا يعني خلقنا برشا فرص لكن ما جسمناش لكن اليوم كانت رياسيت كبيره كنا نجموا زاد نسجلوا فما كنا اجريسيف اكثر اليوم كنا اجريسيف اكثر قدام الكاج فما كان الروح نتاع الانتصار والحمد لله يعني حتى المباريات اللي فاتت كما قلت لك لكن اليوم نقول انا الانتصار مقنع لكن اداء ان شاء الله ما كانش في فترات كان ممتاز في فترات كان متوسط في المجمل باهي باش نكملوا به للثنيه الحمد لله يا ربي معناها توفيق مع عند ربي ريوسيت جات اليوم معناها خدمت على روحي قاعد نخدم على روحي ونحاول ديما باش نقدم احسن ما عندي ونفيد المجموعه ونفيد العباد اللي معناها عاطيه فيا ثقه الكل ان شاء الله ربي معايا وان شاء الله نكمل نخدم على روحي وان شاء الله معناها من حسن الى احسن. خدمه تاع جروب كامل مش سامع عمدوني بركه خدمه تاع جروب كل معناها قاعدين نخدموا على رواحنا معناها في لونتريمون قاعدين نخدموا قاعدين نتعبوا جبنا زوج تعادلات في الجوله الفارطه اللي تمسينا برشا الاولاد الكل معناها حابين اليوم نعملوا كل شيء الحمد لله يا ربي جات ريوسيت ربحنا اربعه والحمد لله ان شاء الله ربي معنا في قادم الجولات.